أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، أنا رجل ملتزم ولكنني أثناء الصلاة يوسوس لي الشيطان بأمور قد تكون كفرية كهيئة الله ووجوده، وأنا أستعيذ من الشيطان، فهل صلاتي صحيحة؟ صلاتك صحيحة إن شاء الله، وارفض الوساوس واتركها ولا تتحدث بها ولا تضرك بإذن الله مع الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. نعم.